جامعه الدول العربيه في معرض الكتاب في هذا العام. معي على الهواء مباشره السفيره هيفاء ابو غزاله، وهي الامين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعيه بجامعه الدول العربيه. تحياتي يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. اهلا وسهلا، اهلا فيكم. هنتكلم عن دور جامعه الدول العربيه، وهذه اول مره تشارك فيها في داخل جامعه او داخل معرض الكتاب الدولي المصري. يعني دور النهارده جامعه الدول العربيه ايه؟ الواقع الجامعه شاركت كضيف شرف لهذه الدوره في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهره الدولي، اللي احنا سعيدين جدا بالجناح اللي شاركنا فيه، ومشاركتنا بهذا الجناح جاءت كجناح للثقافه، احتوى على اركان مختلفه، وايضا شاركت معنا بعض المنظمات العربيه المتخصصه مثل الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا وغيرها، وجامعه نايف وغيرها من المؤسسات العمل العربي المشترك. طبعا جاء مشاركه الجامعه هو تجسيد لدور الجامعه الثقافي التنموي كبيت العرب في المنظومه العربيه اللي بتقدم في خدمات على المستويات ليس فقط السياسيه، وانما دورها على المستوى التنموي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي. وطبعا احنا يعني انا بحب احيي معالي وزيره الثقافه على اختيارها لهذا المكان الرائع لنقل معرض القاهره الدولي من المكان السابق الى هذا المكان الحضاري المتميز. واضح المشاركه كبيره جدا، لاني انا افاجئ يوميا بالحشود الكبيره التي تاتي لهذا المكان الجميل، ويبدو أن هذا المعرض يستقطب ليس فقط المصريين، إنما يستقطب أيضا